ينضم الينا عبر الهاتف النائب فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في البرلمان. مساء الخير سياده النائب. مساء الخير يا استاذه. خير يا استاذه دينا، تحت امر سيادتك. اهلا بحضرتك، خليني اعرف من حضرتك في البدايه يعني تفاصيل هذه اللجنه، ايه هتكون صلاحيتها؟ هو طبعا وهي يعني على ما تفتش تحديدا او على ما تراجع تحديدا؟ هو طبعا الايام القليله الماضيه في حوار بيننا وبين سياده الوزير، لان في استياء عام مما وصل إلى الحال في كرة القدم. في استياء عام لفشل اتحاد كرة القدم في إدارة منظومة كرة القدم عن طريق إن جميع المنتخبات المصرية لم تتأهل، كما إن مظهرنا في كأس العالم إحنا طلعنا الأخير أو ما قبل الأخير. فطبعا في حالة غضب شديد من الشعب المصري، ومجلس النواب بيستخدم كل الآليات المتاحة له بصفته جهاز رقابي وتشريعي في كشف هذه الحقائق والملابسات. لكن حضرتك عارفة ان احنا لا نستطيع حل اتحاد كرة القدم لان منظومة الفيفا بتمنع ذلك وبتعتبره تدخل حكومي. في تواصل بيننا وبين سيادة الوزير، والوزير مهتم جدا نفس هذا الاهتمام، لان طبعا ده دوره التنفيذي، وهو صارع بتشكيل لجنة. اللجنة دي هتراجع جميع التصرفات المالية الموجودة في اتحاد كرة القدم، وده حق أصيل له، لأن في حالة وجود إدارة مال عام أو مخالفات مالية من حق الوزير في هذه الحالة إن هو يحل اتحاد كرة القدم. فاللجنة دي طبعا هتفحص جميع أعمال اتحاد كرة القدم وهتشوف. طب هنا في نقطتين سياده النائب بعد اذنك. يعني لجنه من الجهاز المركزي للمحاسبات المفترض تكون معنيه بالشق المالي، وحضراتكم في مجلس النواب يعني بما انكم جهه رقابيه تريدون ايضا المراجعه او يكون ليكم دور فيما يتعلق بالخروج من المونديال، يعني في نقطتين مختلفتين؟ لا، في الحاله دي مش هيحصل يكون في لجنتين. حضرتك ما ينفعش يكون في لجنتين طالما الوزاره شكلت لجنه. حضرتك مش هينفع ان تكون في لجنه ثانيه احنا نشكلها. احنا كنا بصدد طبعا رئيس المجلس مهتم اهتمام شديد جدا، لان دي قضيه معني بيها الشعب المصري كله، وقضيه معني بيها مجلس النواب كممثل للشعب المصري. فطبعا احنا كنا بصدد تشكيل لجنه لتقصي الحقائق، فطبعا دلوقتي الوزير شكل لجنه واللجنه هتقوم بهذا العمل. ممتاز. ايه علاقه المراجعه الماليه بالخروج من المونديال؟ حضرتك انا قلت لسيادتك دلوقتي من لحظات ان نظام الفيفا او قانون الفيفا لا يسمح بالتدخل الحكومي لحل اتحاد كرة القدم. مظبوط. الا في حالة واحدة، في وجود مخالفات مالية او فساد مالي او سوء تصرف مالي، لكن بدون ذلك كنواحي فنية لا احد يملك حل اتحاد كرة القدم، ولا يعتبر اتحاد ده تدخل حكومي ويتوقف نشاط كرة القدم في مصر كما حصل في دول كثيرة. المدخل هنا هو مراجعة الأمور المالية في اتحاد كرة القدم عن طريق هذه اللجنة اللي شكلتها الوزارة. هنا مجلس النواب على مستوى الوزير، هو المسؤول الأول التنفيذي. احنا بنراقب على الوزير وبنراقب على اللجنة الأولمبية وبنراقب على كل الجهات الرياضية في مصر. طيب. احنا جهة تشريعية ورقابية على الجميع. مفهوم. لكن سبب تشكيل اللجنة اصلا ظهر يعني الرغبة في يعني المراجعة على الشق المالي فجأة يعني بعد الخروج من المونديال؟ مش فجأة. ولا كان الخروج من المونديال هو الدافع، يعني بما انه خرجنا من المونديال فنراجع بقى على الشق المالي لعل وعسى نلاقي فساد وبالتالي يحل المجلس. حضرتك الخروج من المونديال طبعا هو الدافع الاساسي لفحص كل امور كرة القدم، لان لا احد ينكر ان هناك فشل كبير جدا في ادارة ملف كرة القدم. فالتعامل اللي ينفع يحدث التعامل المدخل للتعامل مع اتحاد كرة القدم هو المراجعة المالية والتأكد من وجود اخطاء من عدمها. ايوه انا يعني النقطه دي واضحه سياده النائب، انا بس اللي بسال عليه انه ليه اتاكد دلوقتي اذا كان في مخالفات ماليه ولا لا؟ كنت انا فين قبل كده؟ ولا هو الحجه الخروج من المونديال؟ يعني بما انه خرجنا من المونديال والناس غضبانه والراي العام غاضب، فنعمل لجنه علشان نشوف المخالفات الماليه، طب ما شفناهاش من قبل المونديال ليه؟ بص حضرتك كلام سيادتك صح. اللجنه دي متشكله
عشان اي اخطاء. ما هو الفشل حضرتك، الفشل بيفتح العيون كلها، الفشل يؤدي الى ان حضرتك تحاولي ايجاد حلول للتعامل مع الاتحاد. انت ما احنا ما عندناش حلول، او الدوله ما عندهاش حلول الا كشف اخطاء ماليه او مخالفات ماليه. لكن بالرغم الفشل الفني الذي يستدعي اتحاد كره القدم طواعيه من نفس قد ما استقالته، حضرتك ما نقدرش نتعامل معاه، والا يعتبر تدخل حكومي في امور اتحاد كره القدم، وده ينتج عنه ايقاف مشروع كره القدم.